بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتعلم خلع جديدة في الفوتوشوب. عندنا صورة زي ديت، عندنا الصورة دي فيها يعني 4 تماثيل، وعندنا هنا التمثال دوت يعني متشوه كده ناقص مش زي دوت، فالمفروض ان احنا هنخليه كامل زي التانيين. والموضوع دوت ممكن نعمله بطريقتين، النتيجة النهائية الشغل بتاعنا. الطريقة الأولى بسرعة كده قبل ما ننفذ، هتكون إن إحنا ناخد كوبي للتمثال دوت، للجزء اللي هو دوت، بعد كده نحطه هنا في المكان دوت، ونبتدي نحط الماسك علشان نمسح أي جزء يكون زيادة حوالين التمثال من معاه، وبالتالي تبقى دي النتيجة النهائية بتاعته. الطريقة التانية فلير واحدة ديت، مفترض إن احنا بالأداة ديت اللي هي اسمها الختامة، بناخد جزء من معاه بالأرض ونيجي في المكان اللي هنبتدي نرسم فيه، وهو هنلاقيه بيرسم زي كده. يعني لما ندوس هنا Alt كليك Alt رسم، نشوف إن التمثال بيترسم عادي جدا من الهيدلايت لحد تحت. ما علينا، بنيجي في الآخر عشان نمسح الزيادات دي برضه. في هنا أداة اسمها History Brush Tool، نكبر شوية. الأداة ديت وظيفتها إن هي بترجع الصورة أو المكان اللي هي بتمشي عليه، بترجع الشكل الأصلي ليه بغض النظر انت حاطط كام لاير، حاطط اي حاجه ترجعها لك تاني من اول وجديد. نقدر ماشيين لحد المساحه عليها، هي دي بس الفكره. كنترول زد كنترول زد كنترول زد، تمام. وهنبتدي نشتغل بالطريقتين دلوقتي. دي الصوره اللي معانا واللي لسه التمثال فيها مش مظبوط. هنبتدي ناخد من العوض الختامة الجزء دوت من التمثال اللي جنبه، دوس كليك مع حرف الألت، هنلاقيها مرسومة كده يعني، ممكن بالواين كده نجيب هنا اهو مثلا، ونبدأ نرسم. نحاول ان احنا يعني على قد ما نقدر يكون التمثال محطوط في المكان المناسب عشان الشغل بتاعها في الاخر يطلع بشكل طبيعي بالشكل دوت. طبعا في زيادات طلعت اهي، بعد كده لسه هنمسحها زي ما اتفقنا، تمام. المهم في النهاية نتأكد في الوقت الحالي إن التمثال في المكان بتاعه الطبيعي زي ما احنا شايفين دلوقتي هنا كده. احنا تقريبا خلصنا نص الشغل، ناقص شيء غير إن احنا نمسح الزيادات ديت. في هنا History Brush Tool نعمل زوم، كنترول زائد. لما نيجي بقى ندوس هنا بيرجع الشكل اللي هو كان من تحت في الأول كأننا بنمسح بالظبط.
عايزين نعرف الفرق قبل ما اكمل، بس عايزين نعرف الفرق بين الاداه ديت والاستيكه. الاستيكه لو جينا عملنا كده بتمسح الشكل كله، تمام، بتجيب لون الفور جراوند اللي هو تحت، الفور جراوند اللي هو افترض اللير لير وهمي موجود تحت الصورة، بحيث ان احنا لو مسحنا اي جزء بيظهر اللون دوت. يعني انا لو جيت هنا غيرت جبت لون اخضر، يعني اللون ده مثلا برتقالي، هيظهر اللون البرتقالي دوت وانا مسحت اي جزء من الصورة بالشكل ده. ده اللون اللي مفترض تحت الصورة بتاعتنا الأصلية، كنترول زد. إنما الهيستوري ديت بتعمل حاجة حلوة أوي، بتخليك ترجع أي شكل، يعني بيخليك ترجع الخلفية في المكان اللي أنت هتضغط بيه في الماوس. يعني مثلا التمثال بتاعنا أهو، أنا لو حبيت أرجع الخلفية تاني كلها زي ما كانت وأنا جايب الهيستوري برش تول، كبرها كده شوية مثلا وأدي أدوس كده أهو، إيه اللي حصل؟ الجزء اللي هي بتمشي فيه بيرجع زي ما كان في الأول خالص. ده الفرق بين الهيستوري والبلاستيك. نعمل كنترول زد عشان نكمل شغلنا. نبتدي بقى نكمل زي ما اتفقنا، نصغر شوية نخلي بالنا، يستحسن ان احنا الهاردنس ديت نخليها نص كده 50%، تمام. الهاردنس ديت اللي هي مفترض بتعمل زي نعومة كده في المسح واحنا شغالين، أما لو بنخليها 100% مبتعملش نعومة خالص، بتعمل بتمسحها نهائي، بتعمل كده زي يعني الشكل بيبقى شارب شوية في المسح، تمام. فاحنا هنخليها مثلا في النص كده 50 على 50، نبتدي نمسح بحيث ان انا عايز الشكل ولا يبقى مساوي ولا يبقى شرط. نعمل كده، نمسح الأجزاء اللي هي زيادة ديت كلها، ان انا زودت الحكايه ديت وانا كنت متعمد، كنت مزود الجزء دوت وانا برسم على اساس ان انا دلوقتي همسحه، تمام كده. اي زياده همسحها، في الأول ممكن تحس إن هو ممل حبتين، لكن إيدك مع الوقت هتتعود وهتبقى أسرع. دلوقتي احنا تقريبا خلصنا، في حاجة احنا بس عايزين نأكد عليها، الحتة ديت كانت غلطة برضو،
في الشكل الأولاني اللي نرجع كده نشوف قبل ما نرسم خالص كان ايه شكل الصورة. كان المنظر ده لسه موجود اهو، ما تغيرش معانا، ده لان هو ما اترسمش عليه. نرجع تاني، عايزين نشيل الحتة ديت خالص، فنفترض هنيجي برضو بالحتة دي ناخد مثلا جزء من هنا نصغر شوية، واحدة واحدة راحة خالص. آسف، نرجع تاني المرة دي نخليها لهاردنس 0، متنسوش نكبر شوية الحتة دي بسيطة. نيجي هنا نحاول نخفي الأجزاء ديت، كليك يمين نصغرها أكتر هنا، لو حاسس إن هي غامقة شوية مثلا ممكن ناخد من الجزء اللي فوق كده. نوزعها بسرعة شوية شوية، ممكن نكبر بحيث إن هي تبقى سموش شوية، وترجع نبص على الصورة هتلاقي إن إحنا عملناها وكأن التمثال الموجود بشكل طبيعي مفيش أي مشكلة. طيب دي كده طريقة. الطريقة التانية نرجع خالص الطريقة التانية إن احنا ناخد كوبي من الشكل ده وهنحطه هنا، نفس الفكرة نفس كل حاجة لكن بأسلوب مختلف. هنروح على لير، نعمل لير لير كوبي، وهنعمل آسف الأول إن في حاجة عملنا غلط. نفترض في الأول نعمل نحدد الشكل اللي هنعمله كوبي، أنا ما كنتش حددت في الأول، فأنا هعمل المستطيل دوت كده، ده الجزء اللي أنا عايز أنقله، واللي حواليه كله همسحه بعدين. فأنا هعمل كنترول مثلا جي، كنترول جي اللي هي اختصار بتاع الأمر دوت لير كوبي. تمام، دلوقتي معانا نسخة، النسخة دي اهي مسكتها كده بتتحرك اهي معانا اهي. تمام، هنحطها بالتقدير كده ما يهمش اي مكان. دلوقتي احنا اللي هنا في الاول عشان نعرف نشوف نمسح كل اللي حواليها دوت. في طريقتين للمسح، في كذا طريقة مش طريقتين بس. ممكن نيجي بين تول، افضل ماشي مع التمثال يعني كده واحدة واحدة، امسك هنا واسحب عشان تميل للسموث دوت كده كده كده، سموث هنا. تمام، انا مش هكمل بالطريقة ديت، انا هعمل كذا طريقة في المسح هنا عشان نشوفها كلنا مع بعضنا. هقفل بالشكل ده وهعمل كنترول انتر وهعمل ديليت وكنترول دي، هنلاقي ان الشكل اللي كان هنا اتشال، وعملنا كنترول زد زد اهو شلناه. تمام، في طريقة تانية، الطريقة التانية دي مفضلهاش خالص لان انت عايز احسها شوية في الايد، وهي تعتبر نفس الطريقة اللي هي بتاعت الهيستوري، لكن زي ما احنا شايفين اهي
حاجة بالنص، نخليها مثلا 50%، نقعد نمسح. لكن لو في أي مشكلة مش هتعرف تعمل، يعني لو أنا مسحت دي مثلا لازم أعمل تراجع، ممكن أكون هنا غلطان في أي حاجة فهضطر أعمل تراجع كتير قوي، فبالتالي ده حل مش كويس أوي، وفي نفس الوقت هي مش مفيهاش الدقة الكافية. لكن أنا ممكن أعمل كده أهو في الأجزاء اللي بره ديت، الخارجية ديت كلها أمسحها كده بسرعة بالطريقة دي. دلوقتي أنا هشتغل على الطريقة التالتة، واللي هي أنا شايف إن هي أحسن طريقة في الوقت الحالي للتصميم منه. هنعمل ماسك. الماسك ده وظيفته إن أنت بتمسح، والمسح بيكون بالبرش تول. لون أسود بيخليك تمسح أي مكان، لو عملنا اللون الأبيض بيخليك ترجع أي حاجة أنت مسحتها بالشكل ده. فبالتالي انت اي حاجة مسحتها وشايف ان انت المفروض ما كانش تمسح ممكن ترجعها تاني. هنيجي باللون الاسود، نمسح طبعا النص هنا، نخلي عند الناس مثلا 50. تمام، طبعا هي مفيش فرق بينها وبين الاستيكة إلا إنها في حالة إن أنا غلطت مثلا غلطة زي كده، سهل جدا أعمل كده وأرجع الغلط اللي أنا عملته تاني. هجيب تاني لون الأسود وأكمل. آسف ممكن أكون سريع شوية، لكن عشان بس المدة بتاعت الدرس مطولش. احنا في النهاية وصلنا الفكرة، كل واحد يقدر يمشي ايده بقى. طبعا هنا اهي لسه مخلصتش الشكل ده. احنا قلنا في الاول ان احنا ما اهتمناش بالمكان بتاعها وهنظبطها في الاخر. هنمسك لو هنعمل موف التمثال اللي هنا، هنحاول نظبط مكانه. السهم كده طبعا احنا عايزين نتفادى المكان دوت، فممكن جدا ان احنا نكبر شوية. تمام كده، وهنيجي هنا لو شايفين هنا في مكان فاضي نفس الكلام نخليه هنا فاضي. نيجي عند الماسك، نمسح الحتة دي
تقريبا ما عندناش اي مشكلة الا يمكن الجزء ده، ده بمنتهى البساطة كده ممكن نيجي بالاستيكة اللي اخدتها انا اسف، وناخد جزء كده بس ده هيبقى على اللاير بتاعت الباك جراوند تحت بصغر، الجزء ده هناخد الحتة دي برضه كده بالشكل ده كده مبقتش ظاهرة. نفس الكلام في الحتة اللي احنا اتفقنا ان فيها مشكلة المرة اللي فاتت، هنا اهو والحتة هنا برضه صغيرة شوية عشان ما نجيش في التصميم التاني، نحاول نكبر هنا عشان يبقى فيه حبة سموس. نرجع، وده كان التصميم بتاعنا بالشكل النهائي بتاعه، 4 تماثيل بدل ما يكونوا 3، بالشكل دوت. أتمنى يكون الدرس عجبكم، تمام كده، إن شاء الله أشوفكم في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.